السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المطوع من فيديو جيم ستيشنز في جي اس، واليوم نزل خبر عن أداة تحكم البلاي ستيشن 4 الدول شوك 4. طبعا الأداة نفس ما تعرفون بيانوا لنا وش بصير فيها، مميزاتها، شكلها وكل شيء، لكن ما قالوا لنا إذا اللمبة اللي فيها أو الليت اللي فيها يتبطل أو ينصك. طبعا رئيس استديوهات سوني سألوا سؤال على تويتر، قالوا له هل تقدر أن تصك هالليت أو لا؟ طبعا جاوب وبكل صراحة لا، ما تقدر تصك الليت. طبعا الليت هاي وش شغلته؟ في البداية خلينا نشرح. هاي الليت أنت راح تستخدمها علشان يعني تسوي نفس الحركات اللي كنت تسويها في الموف، موشن كابتشر وحركات نفس دي. والشغلة الثانية أن هالليت نفس ما راونا في لعبة كيل زون شادو فول، ان انت راح تقدر تعرف طاقتك من الليت نفسه. طبعا وش المشكلة اذا تقدر تصك الليت او ان تخلي الليت مبطل؟ ما تقدر تصكه، توفر بطارية، لان مو في كل لعبة راح تحتاج الليت. فاذا الليت على طول شغال راح ياخد اكثر من عمر البطارية، وما راح تقدر ان تخلي الكنترولر شغال بدون شارجنج الى فترة طويلة. فهاي الخبر شباب، قولي ايش رايكم تحت، خلينا نعرف هل تتوقع ان هاي الشيء ما يأثر؟ قارنوا بأجهزة ثانية اذا تبون، ولا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت ريت. وكان معكم محمد المطوع حبايب قلبي، مع السلامة.